وللحديث أكثر عن هذا الانقسام السياسي الذي يشهده الشارع العراقي مع هذه الاختلافات التي تعصف بالكتل السياسية والميليشيات، معنا هاتفيا من عمان الكاتب والمحلل السياسي دكتور هلال دليمي. مرحبا بك دكتور هلال. إذن الكاظمي الذي اشترط على الأحزاب عدم التدخل في اختياراته يبدأ الآن الضغط عليه، فكيف يعني سيواجه هذه الضغوط؟ ما رد توقعاتك لرد فعل الكاظمي تجاه هذه الضغوط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهنى الرافدين من أصل التأسيس ذكرى 14، حياك وأنا أسأل الله لكم التوفيق والعافية عليه. ثانيا قضية التكليف الإيراني لأطراف البيت ما يسمى بين قوسين الشيعي وهو البيت الإيراني الذي بات متهللا وواضح الاختلاف، لأن الدولة العميقة التي تحكم في العراق وتتحكم بالمشهد السياسي هم الأجنحة المسلحة التي أسست لهذا الغرض لكي تلغي ما يسمى الدولة العراقية حتى بشكلها الحالي الذي هو بعمقه إيراني، المجلسات والأطراف والحكم والأدوات والآخره. ولكن إيران تريد أن تعطل كل شيء. هذا لا يعني أننا نؤيد هذا الطرف أو ذاك، لأننا نؤمن بأن كل من أتى مع المحتل الأمريكي والإيراني هم طرف واحد في الصراع ضد الشعب العراقي وطرف لم يخدم الشعب العراقي. لكن نحن نتكلم عن المشهد التفصيلي لما يسمى بالعملية السياسية. الآن بات الأمر واضح بأنه الذي يتحكم بالمشهد ليس الأحزاب وليس الكتل، وإنما العناصر المسلحة التي هي الآن تفرض ما تريد بالقوة. ونحن ذكرنا من هذا المنبر ومن غيره أن المخطط الإيراني يهدف إلى الانتقام من الشعب العراقي على عدة مراحل. المرحلة الأولى التي حسمت وانتهت في تدمير المناطق الكتلة الصلبة في العراق والشام، ومن ثم الانتقال إلى عرب الجنوب في العراق الذين بات رفضهم للتدخل الإيراني واضحا. وأعتقد ولا نتمنى أنه ستقوم إيران بجر جنوب العراق والمناطق الساخنة التي رفضت المشروع الإيراني إلى اقتتال بالنيابة عن طريق هذه الميليشيات التي لم تتفق على أحد. إذا سياسيا دكتور هلال، عذرا المقاطعة، هناك انقسام شديد الآن سياسيا بين هذه الميليشيات المسيطرة تماما كما ذكرتم على المشهد السياسي العراقي. وسط هذا الانقسام الشديد برأيك هل يسير الكاظمي على خطى الزرفي؟ أعتقد أنه بنهاية المطاف سوف يتخلى عن أو يعتذر عن التكليف إذا كان الأمر يتجه بهذا الاتجاه، لأنه لن ولن يستطيع أن يوفي الكل ما يريد. يسلم الأمر بيد الميليشيات، وهذا الأمر لا ترغبه الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم ترشيحه أو دعمت ترشيحه حسب البيانات الصادرة من الجانب الأمريكي. ولن يستطيع أن يلبي ما تطلبه إيران أيضا من خلال أذرعها في العراق، سواء كان الأذرع السياسية التي تسمى الأحزاب والكتل أو من خلال الميليشيات المسلحة التي تمسك بالطرف الآخر بقوة. أعتقد أنه هذا السيناريو سوف يتكرر، وهناك بوادر لأن يتخلى الكاظمي كما تخلى الذين من قبله، وهذا الأمر سوف يستمر بهذه الفوضى. وهذه الفوضى تخدم كل الأطراف المتصارعة في العراق. تعرف أنه الآن الوضع الاقتصادي في العراق واضح المنهار، الوضع الصحي منهار، الوضع السياسي هو منهار منذ 2003 ولحد الآن، ولكن الآن لا توجد دولة بمعناها الحقيقي. فهذا المشهد حقيقة يدفع ثمنه المواطن العراقي، وهذا الأمر هو ربما الأخطر، لأن القائمين على العملية السياسية يرون مصالحهم فوق مصلحة البلد في هذا الظرف. وهذا واضح، لأنه الآن عندما تخرج ميليشيات تهدد دولة ما تسمى بين قوسين أو بين هلالين،
انها هي ترفض هذا الطرف وترفض ذاك، اين العمليه السياسيه اللي تصدع رؤوسنا بها؟ نعم اين البيت الشيعي الذي جاء من ايران قاني ليجتمع بهم ويعطيهم التعليمات ماذا يفعلون؟ اذا هم من الداخل متصدعون، وهم ينفذون ما يطلب منهم، ليس لهم راي في ما يدور في العراق، كل يريد يبكي على ليله وكل من يريد ان يرضي سيده. نعم فاذا اختلف الساده انفسهم وحتى في البيت الايراني او في الداخل الايران، اعتقد هذا سينعكس سلبيا على العمليه السياسيه في العراق ويزيدها سوءا اكثر من السوء التي هي فيه. والحل حقيقة هنا لا يجب أن ندع الأمور هكذا، الحل في أن يقوم الشعب العراقي بوضع سيناريو إنهاء هذه المهزلة في العراق، نعم، بإلغاء العملية السياسية، إلغاء البرلمان، حل البرلمان، إلغاء العملية السياسية، طيب، والقول الفصل للشعب العراقي. أما إذا تبقى الأمور على هذا المنوال، أعتقد أنه الاقتتال والدماء سوف تكون هي الحل ما بين إيران وما بين الأطراف المناوئة لها، وحتى أطراف إيران نعم المختلفة سوف تتصارع على العراق لمصالح تخص الجانب الإيراني. شكرا جزيلا لك من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي.